بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حسام سمير من قناة تكنو ستور. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة الدروس الخاصة بالتعلم الفوتوشوب والجرافيك، وبالتحديد النهاردة معانا الدرس الخامس في السوشيال ميديا. دي هتبقى نتيجة درس اليوم. هتبقى قادر ان انت تصمم تصميم زي ده، وليكن احنا عندنا تصميم لشركة حلويات مونجيني، عايزين ان احنا عندهم ابلكيشن اونلاين لطلب الاوردرات، عايزين ان احنا نصمم لهم تصميم سوشيال ميديا سبونسر ينفع على الفيسبوك او ينفع على الانستجرام او تويتر، ويكون الحملة بتاعته ناجحة لما تيجي تعمل اعلان ممول بيه. النوع ده من التصاميم بيبقى مطلوب جدا في سوق العمل المصري على وجه التحديد وعلى وجه الخصوص في الخليج. فهنبقى قادرين ان انت تصمم تصميم زي ده، ودي نتيجة الدرس النهاردة. خلونا ما اطولش عليكم اكتر من كده، انزل دوس لنا تحت السبسكرايب العظيم واللايك المتين، وخلونا نبتدي على بركة الله. نبدأ على بركة الله الدرس بتاعنا. اول حاجة هتروح تفتح برنامج الفوتوشوب بتاعك ايا كان الاصدار اللي انت بتستخدمه. هتكتب في العرض 2000 وفي الطول 2000، وتتأكد ان هو بيكسل، والريزوليوشن هنا هتختار تتأكد ان هو 300 عشان الجودة بتاعتك تبقى عالية. وفي الكالر مود هتختار الار جي بي كالر وهتدوس كريت. هيبتدي ان هو ينشئ معاك صفحة العمل اللي هنصمم فيها، لكن قبل ما نبتدي لازم ان احنا نصحح المقاس ده بحيث ان هو لما يجي ينزل على الفيسبوك كإعلان سبونسر ما يبقاش فيه مشاكل. طب هنعمل كده ازاي؟ بتروح لأداة التقطيع او الاداه اللي هي اسمها كورب تول، اختصارها في الكيبورد حرف السي. مجرد ما تدوس عليها بتتاكد، بتطلع فوق بتتاكد ان انت هنا مختار نسبه 16/9، 16:9، بتختار عليها، بتحدد عليها صح كده. بعد كده بتيجي في احد الكيرفات اللي عندك سواء فوق او تحت، وتبتدي ان انت تشد لحد ما توصل ل 2500 بيكسل. اول ما توصل عند 2500 بيكسل بتشيل ايدك من على الماوس، وليكن كده عظيم، بتدوس انتر. بيبتدي ان هو يعمل لك الديزاين بتاعك او مساحة العمل الجديدة اللي احنا المفروض ان احنا هنصمم فيها التصميم بتاعنا. بس قبل ما نبتدي حابب ان احنا نرجع بس هنا الخلفية باللون الابيض كده بحيث يبقى كل حاجة تمام. هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نحط الباك جراوند بتاعتنا اللي هنبتدي نحط عليها العناصر بعد كده، وليكن انا هنا محضر اللون ده بدرجة اللون دي، وهدوس اوكي، واروح لأداة التعبئة وهلون صفحة العمل بتاعتنا باللون اللي انا اخترته. بعد كده هنتوجه ندوس بليس عشان نبتدي نجيب عناصر الصور. اي صور انا هستخدمها في درس النهاردة هتلاقيها عندك تحت وصف الفيديو، تقدر تحملها وتطبق الدرس زي ما هو او لو حبيت تغير. وفي جروب بينزل عليه التصاميم بتاعتكو وبديلكو فيها رأي وبنزلها في القناة عندي. نكمل. اول حاجة هنروح نجيب صورة الموبايل بتاعنا. بيبدأ ان هو ينزل عندك على صفحة العمل زي ما هو قدامك على الشاشة. بتبتدي ان انت تصغر الحجم بتاعه عن طريق ان انت بتيجي على احد الزوايا وتبتدي ان انت تصغر الحجم بتاعه للشيء المطلوب. وليكن كده عظيم جدا، وتدوس انتر. هيبتدي ان هو ينزل لك التليفون بتاعك بالشكل ده. هتيجي تجيب أداة البين تول وتعمل لاير فاضي تحت الموبايل، تحت صورة الموبايل هتعمل لاير فاضي وتجيب أداة البين تول، وتتأكد ان انت هنا مختار حاجة اسمها باز، وهتبتدي ان انت تمشي على اطراف الحديد بتاع الموبايل، تعمل بوينت وهنا تيجي تعمل كيرف، وتروح اقصى الموبايل تدوس شيفت في نقطة هنا بحيث ان هو يعمل خط مستقيم على الحديدة بتاعت الموبايل، وفي نفس هنا تيجي تعمل الكيرف نفس الطريقة وتنزل تحت تدوس شيفت عشان يعمل خط مستقيم على الحديدة بتاعت الموبايل. بعد كده هنا تيجي تعمل الكيرف بتاع الموبايل،
وهنا نفس الكلام تيجي تعمل بوينت وانت داي الشيفت عشان يعمل خط مستقيم على الماتيريال بتاع الموبايل، وهتيجي تعمل كيرف في الاخير، ثم ان انت هتطلع توصل النقطة الاخيرة ببعضها بحيث الكيرف يقفل على بعضه او الشكل يقفل ببعضه. بعد كده هتطلع فوق هتلاقي حاجة اسمها شيب او مربع اسمه شيب، هتدوس عليه وهتروح تغير لون الشيب ده، ليكن هنخليه اللون الاخضر عشان يبقى باين احنا عملنا ايه. احنا كده عملنا شكل شيب مكان شاشة الموبايل. هنعمل ايه كمان؟ هنرجع نعمل لاير فاضي تحت لاير الاخضر اللي احنا لسه عاملينه او تحت لاير الشيب، وهنجيب براش ناعم، نروح نتوجه نختار براش ناعم ليكن كده، نكبر البراش بتاعنا شوية ونختار لون اسود، ونعمل بوينت كده، ثم هندوس كنترول زائد حرف تي، وهنبتدي ان احنا نغير الطول بتاعها لفوق ولتحت بحيث ان احنا نعملها كما لو كانت زل. هنبتدي ان احنا نسحب الزل ده تحت الموبايل، وممكن نقلل الاوبازيتي بتاعه حاجات بسيطة وليكن كده تمام. بعد كده هتعلم على الثلاث ليارات دول كده وتحطهم في جروب مع بعض عن طريق كنترول زائد حرف الجي، وهتكتب عليه موبايل الاول. بعد كده هتيجي على الموبايل ده تعمل منه نسخة كمان، او الفولدر ده تعمل منه نسخة كمان عن طريق كنترول زائد حرف الجي، هيعمل منه نسخة كمان. هتبتدي ان انت تسحبه، تنزل الفولدر ده تحت الفولدر الاولاني بحيث الموبايل يبقى خلف الموبايل الاولاني، وهتبتدي ان انت تصغر حجم الموبايل ده شوية ليكن كده عظيم جدا، وهتسمي الفولدر ده الموبايل اليمين بحيث انت تبقى فاهم الفولدرات. ترجع تعمل نسخة كمان وتسميها الموبايل الشمال، يعني اقصى الشمال، وتبتدي ان انت تسحبه بنفس الطريقة اقصى الشمال وليكن كده عظيم جدا. تأكد ان هم على خط واحد تمام. وهنيجي بعد كده نحط الثلاث موبايلات دول، هنعلم عليهم ونخليهم في فولدر كامل لوحدهم، ونخليهم ونتأكد ان هم في نص الديزاين بالظبط، ونسمي الفولدر ده الموبايل بحيث كل الموبايلات تبقى في فولدر واحد مجمع هنا كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نغير الصور التلاتة اللي احنا او الاشكال الخضر اللي احنا لسه عاملينهم للصور اللي احنا حابين ان احنا نستخدمها. وليكن انا هنا محضر صور سكرينات لموقع مونجيني والتطبيق بتاع مونجيني واللوجو بتاع مونجيني. انت لو بتعمل لاي عميل او كلاين تاني مختلف بتبقى حاب داخل على صفحاته واخد سكرين شوت ومحضرها قبل الديزاين زي ما انا عامل بالظبط. هنبتدي نروح عند الموبايل فولدر الموبايل الاولاني وهنفتحه، وهنقف على الطبقة الخضراء بتاعت الموبايل الاولاني، نروح ندوس فايل بليس لينكد، ونبتدي ناخد اول صورة معانا اللي هي صورة اللوجو. هينزل عندنا بحجم الكبير، هنبتدي نصغر شوية، هنبتدي نصغر اللوجو شوية، وهنيجي ما بين
اللاير الاولاني واللاير التاني وهندوس الت بحيث نخلي الصورة دي ما تظهرش حتى لو خرجت برا الاطار الا في الشكل الاخضر، وهنبتدي ان احنا نوسطن الديزاين او نوسطن اللوجو في نص الشاشة بالظبط او نص الشكل الشبه الاخضر، وهنبتدي ان احنا نغير اللون بتاع الخلفية الخضراء للون الاساسي اللي هو بتاع الباك جراوند اللي احنا كنا شغالين بيه. كده احنا عملنا او غيرنا اول خلفية معانا في التليفون الاولاني. بنفس الطريقة هنروح للفولدر الشمال او الموبايل الشمال على اقصى الشمال، هنقف فوق الشيب الاخضر بتاعه على طول، هنروح ندوس فايل، بعد كده بليس لينكد، ونجيب تاني صورة معايا انا هنا محضرها للسوشيال ميديا، هتنزل عندنا بالشكل ده. هتبتدي ان انت تصغر الحجم شوية وتدوس انتر، وبنفس الطريقة ما بين الفولدر اللاير الاولاني واللاير الاخضر هتدوس الت، هيطلع لك المربع الابيض وفي سهم اسود، هتدوس بحيث ان الصورة ما تطلعش الا في الحتة اللي فيها الشب الاخضر اللي من هنا، وتبتدي ان انت تحرك الصورة زي ما انت عايز او زي ما انت حابب. ليكن كده عظيم جدا. بعد كده هنروح للفولدر الثالث الاخير او الموبايل الاخير معانا، نقف فوق الشيب الاخضر بتاعه، نعمل بليس لينك بنفس الطريقة، ونجيب اخر سكرينية معانا وهي سكرين الانستجرام بتاع شركة مونجيني او حلواني مونجيني، وهنصغر الصورة شوية، وما بين الفولدرين الت هيطلع لنا المربع الابيض، ندوس اوك بحيث الصورة بتاعت السكرين ما تطلعش الا في المنطقة اللي فيها الموبايل. ليكن كده عظيم، كده عظيم جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح نجيب رابع صورة معانا بليس لينكد، وهنيجي نختار الصورة دي. الصورة دي بتعبر على ان مونجيني البطل او مونجيني الهيرو، شركة مونجيني كحلواني هي الهيرو او التوب في مجالها بالنسبة للمنافسين. هتنزل عندنا بالمنظر ده، هنبتدي ان احنا نصغر الحجم شوية، وهنيجي نصغر كمان شوية، بالمنظر ده، وندوس انتر، ونبتدي ان احنا نظبطها على حواف الموبايل بحيث تعمل زوم وتبتدي تتحرك بالاسهم، وتتأكد ان اخر طرف للاسود بتاع الموبايل هنا اختفى بحيث الشكل يندمج معاك لما تيجي تبعد بالصورة او الزوم، هتلاقي ان الشكل بدأ يندمج معاك. ممكن تطلع شوية بحيث تديله ولا كأن المنظر هيرو او عباية البطل لشركة مونجيني بالمنظر ده. كده بعد كده هنعمل، هتكتب سالب 41، وتاني واحدة هنا هتكتب سالب 11، بحيث ان هتلاحظ ان اللون اتغير من اللون الاحمر للون اللي هو خاص باللوجو بتاع مونجيني. انت مش شرط ان انت تعمل نفس الالوان وانت بتصمم، انت ممكن تغير الالوان لحسب المنتج اللي انت بتشتغله او العميل اللي انت بتعمل له الديزاين، المهم ان انت تفهم الفكرة. بعد كده هنعمل ايه؟ هتتوجه لقائمة فايل، هتدوس بليس لينكد عشان نجيب صورة المنتج بتاع مونجيني، وفي حالتنا هنا هو حلواني فاحنا جايبين صورة منتج حلويات، وهنبتدي ان احنا نصغر
الحجم اللي احنا عايزينه او نكبر على حسب ما احنا مرتاحين، وهندوس انتر ونبتدي ان احنا نسحبها تحت لنص الديزاين، ونتأكد ان هي في نص الديزاين بالظبط بالمنظر ده. ممكن نصغرها كمان شوية بصوت جدا، حاجة لا تذكر، ونتأكد مرة كمان ان هي في نص الديزاين. تمام كده احنا نزلنا الصورة اللي بتعبر عن حلواني مونجيني او الحلويات بتاعتهم. ممكن ان احنا نسحب الصورة دي لتحت شوية. حاول وانت بتشتغل ان انت تعمل زوم ان وزوم اوت، بحيث ان الصورة وهي بعيد بتوريك تأثر، الصورة وهي قريب بتوريك تأثر تاني. بعد كده هنعمل لاير فوق لاير الحلويات ده، وهنيجي عند لاير الحلويات ندوس على كنترول، واحنا واقفين عند لاير الحلويات هتلاقي ان في مربع سيلكت، مجرد تدوس كليك بالماوس هيعمل لك تحديد على طبق الحلويات لان الصورة مفرغة. وهتيجي عند اللاير الفاضي اللي احنا لسه ناشئينه، هتبتدي ان انت تاخد برش ناعم وتمشي باللون الموف على ربع طبق الحلويات من فوق، لان الطبق موجود عند منطقة الموبايل، فطبيعي ان الموبايل يبقى مديها اضاءة بنفس اللون بتاعها. بعد كده هتدوس كنترول دي عشان تلغي التحديد، وهتيجي على الطبقة اللي احنا لسه ملونينها بالموف دي، هتعمل تغير المود لاير بتاعها، هتخليه حاجة اسمها اوفرلاي، وهتنزل هنا بتأثير لسبعين او الاوبازيتي لسبعين، ليكن كده. كده انا استفدت ايه؟ كده قبل لاحظ طبق الحلويات، كده بعد ادى نفس الاضاءة او النعومة بتاعت اللون الموف اللي هو اصلا احنا شغالين بيه في الديزاين ككل. تمام بعد كده هنعمل ايه؟ هنروح نجيب الصورة السادسة معانا، هندوس بليس لينكد، وهي صورة الاضاءة او الطاقة، هتنزل عندنا بالمنظر ده. هنبتدي ان احنا نكبر شوية او نصغر على حسب ما احنا محتاجين، ليكن كده عظيم، وهندوس انتر. بعد كده هتيجي عند المود لاير بتاعها، هتخليه حاجة اسمها color dodge، بحيث الاسود يختفي ويتبقى اشاعة الطاقة. بعد كده هتنزل الاوبازيتي كمان للستين، لمنطقة الستين، ثم ان انت اللاير بتاع اشعة الطاقة ده هتبتدي تسحبه تحت خالص، هتخليه اول طبقة لاير تحت خالص، بحيث ان هو يبقى خلف الموبايل وخلف الجاتو او طبق الحلويات، فيديك تأثير الطاقة المشعة، وعمل لك نوع من نوع الجمالي حوالين الموبايل. وفي نفس الوقت اي عميل هيجي يبص على البوستر ده بسبب الطاقة دي عينه هتتخطف في نص التصميم. فانت كده وجهته للمونجيني، وجهته لللوجو، وجهته للمنتج اللي انت بتصمم له التصميم اصلا، او الشركة اللي انت بتصمم لها التصميم. هتيجي تعمل لير جديد، هتروح تجيب براش ناعم، وهتيجي تختار لون مقارب للون الخلفية بتاعك بس افتح من اللي انت كنت عامل بيه ديزاين، وهتدوس اوكي، وليكن انا هنا هختار اللون ده، وهاجي في نص الشاشة ادوس بوينت بحيث ان هو يعمل زي اضاءة باللون النبيتي، وهكبر الاضاءة دي بالمنظر ده كده، هحاول ان انا اكبر شوية كمان، وهدوس انتر. بعد كده اللاير بتاع الاضاءة ده هسحبه اخر حاجة تحت في الديزاين بتاعنا، بحيث ان انا استفدت منه ايه؟ في اشعة الطاقة ادها كمان لون شد العين اكتر للعميل هنا، وادى نوع من الروح للتصميم كان مفتقده. اتمنى الرؤية تكون واضحة، ده قبل ده بعد. بعد كده هنعمل ايه؟ هتعمل كمان لاير جديد فوقيه تماما، اللي هي الفاضي فوقيه تماما، وهتبتدي ان انت تحاول ان انت تستخدم البرشات اللي عندك او توظف البرشات اللي عندك، ليكن انا عندي هنا البرش بتاع الغيوم ده، ممكن نغير بس الحجم شوية
ليكن كده انا حابه كده، هروح اجيب اللون الابيض، وهنبتدي ان احنا نيجي في المنطقة دي كده، نحاول ان احنا ندوس دوسة خفيفة. اللاير ده اللي هو لسه عاملين بيه الضباب، هندوس كنترول كنترول زائد حرف الجي عشان نعمل منه نسخة كمان، وكمان كنترول تي عشان عايزين نعكس الشكل ده، نخليه باصص للناحية التانية، وهنبتدي نسحبه في الجهة المقابلة للديزاين بتاعنا. طبعا لو لاحظتوا تحت في شكل جمالي تحت الطبق، في ظل للطبق، انعكاس للطبق، والافكتات اللي احنا عملناها بالبرش كمان زودت للتصميم بتاعنا منظر احترافي اكتر. تمام، هنبتدي نعمل ايه بعد كده؟ هنبتدي ان احنا نكتب التكست بتاعنا. هندوس على اداة التكست، تروح تختار الفونت اللي على مزاجك، وتبتدي ان احنا هنيجي هنا في اي مكان. انا محضر جملة، فهدوس كنترول في ليكن الجملة دي، احاول اطلع اللاير بتاعها اول حاجة فوق بحيث يبان الشغل اللي انا بعمله بالمنظر ده كده، وابتدي اسحب الجملة بتاعتي لنص ديزاين بالظبط. ممكن بعد كده ان احنا نصغر حجم الفونت شوية على حسب ما احنا محتاجين، ممكن نخلي نتأكد ان هو في النص. تمام، دي الجملة اللي انا حابب ان انا اشتغل بيها الديزاين بتاعنا. ممكن ان احنا ننزل بكل العناصر دي نحطها في فولدر، ونبتدي ننزل بكل العناصر دي تحت شوية بحيث ان احنا نوسع على نفسنا فوق، وندي مساحة للجملة بتاعتنا ليكن كده عظيم جدا. هنروح نجيب التكست عشان نكتب تاني جملة معانا، ليكن انا هكتبها هنا تحت شعار مونجيني، هكتب كلمة اونلاين، وحاول ان انا اوسطنها في نص الديزاين بالظبط. زي ما قلت لكم انت شغال، حاول ان انت تبعد وتزوم بحيث البعد بيوريك رؤية والقرب بيوريك رؤية تانية. ليكن كده عظيم. هيبقى معانا اخر حاجة، وهو ان احنا هنضيف الايقونتين اللي هم بيعبروا عن الابليكيشن على متجر جوجل بلاي والاب ستور. هندوس بليس لينكد، هناخد الشعار بتاع جوجل، نبتدي ان احنا نصغره شوية، ندوس اوكي. مش لازم ابدا الايقونات دي تبقى بحجم كبير قوي، لان الايقونات دي لو بحجم كبير هتخلي العميل تخطف عينه عندها، واحنا عايزينه يهتم بشعار مونجيني والخدمة اللي بيقدمها مونجيني، مش اللوجو بتاع جوجل. اتمنى يكون الفكرة وضحت. الصورة اللي هي بتاعت الاب ستور مش متفرغة، انا هفرغها بشكل سريع بأداة الماجيك تول. هنحدد على اللون الابيض، وهنبتدي ان احنا ندوس سيلكت انفيرس، ونسحب الناحية التانية على الديزاين. هنسحب الناحية التانية على الديزاين، هينزل عندنا بالشكل التالي. هنبتدي ان احنا نسحبه جنب الايقونة الاولانية اللي هي بتاعت جوجل بلاي. هنحاول ان احنا نصغر حاجات بسيطة بحيث نخلي الايقونتين تقريبا متماثلين في نفس الحجم بالظبط كده. ممكن نلغي الخط اللي هو بتاع الجايد ده عن طريق كنترول اتش، او نسحبه لفوق فيختفي عشان نشوف الديزاين بتاعنا من غير خطوط جايد كده. ده نهاية الدرس بتاعنا، ودي النتيجة النهائية. انت مش مطالب ان انت تصمم نفس التصميم، ما تحاولش ان انت تقلد. المهم ان انت عرفت ازاي تجيب موبايل، او مثلا بدل الموبايل تقدر تجيب تاب، ازاي تخلي التاب ده في خلفية، الخلفية دي ان انت توظفها ان انت تحط فيها اي سكرينة بعد كده، وتعمل نفس الشغل
في تاب بقى، موبايل، ايفون، ايا كان المنتج اللي انت بتعمله، وتغير من شعار مونجيني تخليه شعار اي شركة انت بتشتغلها، شركة العربي جروب، شركة اي شركة بتشتغلها، ده شغل السوشيال ميديا. المهم ان انت فهمت ازاي الموبايلات دي احنا بنغير الخلفيات بتاعتها، نحط الصور اللي على مزاجنا فيها، ازاي ان احنا نعمل ديزاين زي ده يترفع على السوشيال ميديا بالمقاسات الصح اللي بيقبلها الفيسبوك والانستجرام، فتجيب سبونسر كحملة إعلانية سبونسر تنجح معاك، لأن الديزاين هيظهر كله بشكل كامل على الموبايل والكمبيوتر للعميل، فهيبقى إعلان ناجح بالنسبة لك. كل اللي عليك في الآخر إن أنت هتدوس فايل، هتدوس سيف آز وفايل اكسبورت سيف فور ويب عشان تحفظها بأقل نتيجة بحجم أكبر كواليتي، تيجي تترافع على السبونسر بتاعك أو الحملة الإعلانية، الإعلان ينجح معاك. ده كان درس النهاردة، ما تنساش ان انت تنزل تحت بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، الحاجات اللي هي بتفرح الواحد دي وبتشجعه. كان معاكم حسام سمير، اتمنى ان الدرس يكون عجبكم، ولو ليك درس معين او في تصميم حابب ان انت تعرف ازاي بتصمم سيب لي الصورة بتاعته تحت او تعليق في الكومنتات، وهتلاقيني هعمل الدرس المطلوب مني. كل الدعم ليكم وبالتوفيق ان شاء الله.